يا صباح الفل عليكم مشاهدينا الكرام، بنرحب بكم في أول حلقة من حلقات برنامجنا قعدة عربي على قناة هي، أول قناة مصرية عربية تهتم بشؤون المرأة. صباح الخير يا هالة. صباح الخير يا أميرة، إزيك عاملة إيه؟ بخير الحمد لله. طبعا يا هالة وكل المشاهدين عارفين إن المصريين بيسيبوا بصمتهم في كل مكان، وضيوفنا النهاردة قدروا يسيبوا بصمتهم في مصر وكمان في أمريكا، على قد ما هم مصريين وسافروا لأمريكا بس قدروا من خلال فيديوهاتهم يحسسونا بالجو المصري الأصيل، ويحسسونا إن هم جيراننا اللي موجودين في الشارع اللي مورانا. بالعربي، عملوا أمريكا بالمصري. ضيوفنا النهاردة اليوتيوبرز أميرة وطارق، بنرحب بيكم في برنامجنا. نورتوا مصر، منورتنا النهاردة. الحقيقة أنا بهنيكم وبشجعكم كتير قوي على الطاقة الإيجابية اللي انتوا بتطلعوها في فيديوهاتكم، والسعادة اللي احنا بناخدها من أول ما نتفرج على أي فيديو ليكم. يعني أنا عن نفسي وقت ما أحس إنها متضايقة بدخل على طول أشوف البيج بتاعكم، أطلع آخر فيديو وأقعد أتفرج. الحقيقة بتنشروا الطاقة الإيجابية في كل مكان. الحمد لله، دي حاجة تسعدنا طبعا، متابعتكم لينا وشيء يشرفنا، ويا رب يعني تفضلوا دايما مبسوطين بينا كده على طول. يعني ان شاء الله. اميره، انا عايزاكي تكلمينا على اول فيديو قررت ان انت تعمليه، ازاي جات لك الفكره؟ الفكره جت بشكل تلقائي، يعني صدفه. كنت بطلع بتفرج على الفيسبوك وطلعت لايف مع حد وما كنتش فاهمه يعني ايه لايف، وقعدت الموضوع دوت على جروب برايفت، ما كنتش بطلع بابليك، يعني الناس مش الموضوع ما كانش شهره ولا كان في دماغي ولا حاجه، اللي هو بتسلى، زهقت من الكلام الانجليزي وعاوز اتكلم مع حد بالعربي. فدي الفكره جات لي من هنا، ان انا هبتدي اتواصل مع الناس البنات في مصر، واحس ان انا في مصر، ان انا قعدت فتره طويله ما انزلش مصر. والموضوع فضل كده شهور، ولقيت في شعبيه بشكل فظيع للبنات، وبقى يتابعوني ويستنوا اللايف، واللايف كان بيقعد ساعات طويله، يعني بعيشهم من ساعه ما بصحى لغايه لما بنام، وكله حاجه جروب مقفول مش حاجه بابليك للناس يعني. لغايه لما جت يوم، وده يمكن دي بدايه الانتشار، بدات اعمل صفحه فرنسي فرنس، كان لسه بدات يعني موضوع الصفحات ما كانش منتشر كتير في مصر، بس قررت ان انا اعمل مش جروب يكون صفحه، وكنت طالعه لايف على جروب مقفول. طلعت وكنت عامله مفاجاه لجوزي ولادي ولبست بابا نويل، هي دي كانت البدايه. احنا المفروض كنا نخرج نسهر، ومفروض طالعه البس فستان سهره، وقررت وانا بلبس ان انا البس بدله بابا نويل وانزل افاجئهم. ايوه. صورنا اللايف ده وكان كل شيء تلقائي. نمت صحيت لقيت اللي بينتشر مش بس في مصر، في امريكا وبلاد كتير جدا جدا، وعمل يعني وصل لمليون في اقل من 24 ساعه. اكتشفت ان في امريكا بقى يحطوه للاطفال في المدارس. اكتشفت ان في قنوات في امريكا بيتواصلوا معايا، قنوات عربيه. لقيت ان في ضجه مش طبيعيه، الناس بدات تعرف مين طارق واميره، ما حدش كان عارف وشي ان انا كنت لابسه بابا نويل. فبعدين حكيت موقف حصل مع ابني في المدرسه. طبعا انا اللغه الانجليزيه بتاعتي الحمد لله ممتازه جدا، زيرو. فقررت ان انا اروح احكي مع المدرسه بالانجليزي مع ابني. وانا قاعده يعني كنت قاعده ماسكه التليفون وبحكي ايه اللي حصل، فبحكيها بشكل كوميدي. يعني الفيديو ده عمل ملايين بالشكل مش طبيعي. بعدين رحت عامله فيديو بحكي لهم ازاي اقنعت حماتي بي عشان اتجوز طارق، ودي كانت مصيبه يعني. ده فيديو تاني. كنت بقعد على الكنبه بفتح الكاميرا وبحكي انا حصلت لي مصايب كتير جدا في امريكا، اختلاف اللغه واختلاف الثقافات. فالناس صارت بتتابعني بشكل جنوني، ان ايه المصايب اللي هتعمليها. حكيت قد ايش مواقفي مع حماتي. فالفيديوهات بقت تنتشر بشكل كبير جدا، ومن هنا بدات اميره. كان لسه طارق مش في السوشيال ميديا قوي، كان مش فاهم ايه الفكره، كان ساعات بيطلع معايا بس مش فاهم يعني ايه السوشيال ميديا، يعني مش في دماغه خالص. طب كان رافض الموضوع. طب بالنسبه بقى للاستاذ طارق، شجعتها على كده ازاي؟ استقبلت الفكره يعني عشان قناه للستات. اتفضلي. بالنسبه لحضرتك بقى، شجعتها على الفكره ازاي؟ اقنعتك بيها وقدرت تستقبلها ازاي؟ والله انا من طبعي يعني مع اميره انه الشيء اللي يريحها يخليها مبسوطه او تتسلى ما عنديش مشكله، ما دام بشكل محترم وبشكل اخلاقي ما فيش مشاكل. انا في الاول ما شجعتش بصراحه، هي سحبتني في الموضوع، ان اروح من الشغل تقول لي تعالى نطلع لايف. تمام. ما كنتش فاهم ايه فكره ان انا اقعد قدام تليفون واقعد اتكلم مع ناس انا مش شايفها يعني.
بس عجبتني الفكرة لأنه لقيت ولادي كمان بيتشدوا ليها، أنه في ابتدوا يعرفوا أنه في عالم آخر، في بقوا يسمعونا أكتر نتكلم عربي، بقوا يعرفوا أنه لا في عالم تاني، في بلدنا العربية، في لينا أهل صحيح آلاف الأميال بعيدة، لكن دي قربتنا بقى، حتى الموضوع ليهم هم شيء مسلي. حسيتوا بالفرق بالضبط يعني، حتى سعيد. المتابعين يعني في خلال 3 سنين ولادنا كبروا معاهم قدامهم، فده كان شيء مفيد لينا كلنا كعيلة. طب وأميرة في البيت بقى بنفس الشقاوة والتلقائية اللي بتطلع في الفيديوهات كده؟ لا انتوا ما بتشوفوش حاجة، انا ربنا سبحانه يعني. هي الحمد لله يعني حكت على 3-4 فيديوهات كلها مصايبي في مش عارف ايه، مصايبي فده العادي. واضح انها يعني تعرضت لحاجات كتير وهي في امريكا. يمكن من اكتر فيديوهات انتشرت بشكل كبير ان طلعت في نشرة الاخبار الامريكية. مش لازم نحكي تفاصيل عشان دي مصيبه فيديو. كانت لا ده انا كنت عملت مصيبه هناك وما كنتش عارفه ان انا بقى مشكله، ان انا اتصورت في التلفزيون الامريكي في كل النشرات الاخبار. المفروض كانت عازمه حماتي، وانا اسفه انا هحكي موقف عازمه حماتي ومفروض رايحه اشتري حاجات عشان اطبخ، واللي انا رايحه كان يوم سان جيفن، فده في امريكا يعني عيد الشكر في امريكا، فاي حد محتاج الحكومه يعني بيوزعوا اكل. انا ما كنتش عارفه، انا فاكره ان دي مسابقه وانا داخله اكسب فلوس يعني، او اكسب شايفه هدايا وشايفه حاجات بتتوزع. يعني انت بتتكلمي على ردود افعال الامريكان بالنسبه لحياتكم بالمصري في فيديوهات ولا ايه؟ انا كنت رايحه واقفه في الطابور عاوز اكسب يعني. طلع اتصل بيا بتعملي ايه؟ قلت له كسبت، دخلت مسابقه. ده قبل ما تبداوا الفيديوهات اصلا؟ لا انا كنت مش بصور، انا قاعده حكيت اللي حصل. وبعدين اكتشفت لقيت الكاميرات كلها بتصورني، وقعدت بقى 7 ساعات حماتي ما اتغدتش، انا قاعده بقى في الطابور انا هكسب، عايز اكسب المسابقه. فاكتشفت دي بيفرقوها للناس اللي يعني معونه او حاجات، الناس اللي مش هتقدر تعمل عشاء في اليوم ده، فبيدوب. وانا طالعه واقفه فبلم الحاجه وانا اتصورت، فما كنتش عارفه. انا الانجليزي بتاعي بايظ، فهما بيتكلموا وانا فاكره ان هما بيصوروا فيلم هندي وبيوزعوا جوائز يعني. انا كنت كل ده تفكيري. ف يعني دي مصيبه من المصايب، دي حاجه من الحاجات اللي كنت بحكيها او بشكل يعني. طبعا وانا بحكيها كان الموقف كوميدي اكتر ما انا بحكيه دلوقتي، بس من الحاجات يعني ايه مصايب اللي بتحصل لي هناك يعني بسبب اللغه. اتعرضت لحاجات كتير غلط، وتعرضت لمواقف كتير يعني مصايب، هي كانت مصايب. ازاي قدرتي تمسكي نفسك وما تضحكيش وانتوا مثلا بتعملوا فيديو كوميدي انتوا والولاد؟ خلاص قبل كده كان بيطلع بالصدفه تمام، لكن لما ابتديتوا تعرفوا ان انتوا تعملوا فيديوهات وتظهروا على الميديا وتعملوا لايف، ازاي بتقدروا تمسكوا نفسكم وقت عمل الفيديو؟ حقيقي بتضحكوا ما تقدروش تسيطروا على الولاد؟ احنا كواليس الفيديوز عندنا بهدله يعني. يا الله. ومفيش فيديوهات بنكون مرتب لها ومفيش خالص يعني بالتلقائيه كده؟ لا خالص يعني. الفيديوهات الاخيره المنتشره بتاعت عمر واحنا بندربه يتكلم عربي، ايوه دي ده حقق مشاهدات كتيره. فيديو الطعميه، طبعا فيديو الطعميه، وفيديو لما اتعلمناه لو حد عاجز اختك ايش بدك تتصرف. ايوه احنا ولا كنا مرتبين ولا حاجه، الفيديوهات دي كلها جت صدفه حقيقي. وانا كنت بضحك ورا الكاميرا حقيقي والله. مش بتفكري فيها في البدايه، بتفتحي الكاميرا وتصوري على طول بالزبط. الحاجات اللي احنا بنفكر فيها بتفشل، لكن الحاجات الطبيعيه الحاجة اللي بتطلع من القلب صح بتوصل للقلب فعلا. دايما بنحس ان فيديوهاتكم فيها تلقائيه وبتبقى يعني طالعه من القلب، فبتوصل دايما يعني في حب كده ما بينكم اسري، في علاقه جميله حتى مع والدتكم يعني، وفيديوهاتكم بتبين ده يعني. كل فيديو بتعملوه بيبين قد ايه الروح الحلوه والتلقائيه اللي بينكم. مش عارفه انا رد انت طبعا. هو الحمد لله ده الحقيقي، ده الحقيقي. احنا مش واخدين الموضوع باحترافيه قوي، احنا سايبينها بتلقائيه زي ما امير قالت وانا قلت قبل كده. الحكايه كلها الغرض منها التواصل مع اصولنا، مع يعني انا كلمه فانز ومتابعين والحاجات دي كلها ما بستعملهاش، دايما بقول صحاب العيله الاصدقاء، فبناخدها انه دي هي علاقتنا اللي مع الناس. بصراحه واضحه جدا على الشاشه يعني، بتحس بتلقائيه رهيبه فيها وبساطه جدا لله. فعشان كده في حاجات ممكن يمكن حد تاني ما يصورهاش، احنا عادي يعني. واميره بتطبخ او امي عملت لنا اكله حلوه، او بهرج مع الولاد، او اميره بتعمل فينا مقالب، خلاص زي ما بتطلع كده ما دام باحترام وبحشمه وباخلاق. ما احنا دايما بنحس ان انتوا بتحاولوا ترسخوا مبادئ معينه بطريقه تلقائيه وبسيطه صح.
صح. فدي بتبقى انتوا مرتبين لها ولا بتبقى افكار انتوا بتختاروها؟ اقول لك على حاجه، انا اللي مسهل الموضوع عندنا ان احنا بنربي اولاد، فالفكره بتطلع سهله في التصوير او من غير تصوير. احنا لازم نكون بشكل كويس دايما طول الوقت عشان اولادنا، الكلام، الالفاظ، الطريقه، الاسلوب، اسلوبنا، اسلوبي انا مع امي واميره مع حماتها، انه بتصوير او من غير تصوير احنا لازم نظهر الصوره الحسنه لاولادنا علشان يتعلموا. فعشان كده الموضوع احنا مش حاسينه انه حاجه مختلفه. اكيد هو ده أكيد. الطبيعي. صح. أكيد. احنا دلوقتي هنشوف فيديو مع بعض ليكم وبعدين نرجع لبعض تاني. نطلع الفيديو. تعالوا احكي لكم قصه فيها كتير حب، بعد، قرب، عيله بتتكون. لما شفتها وقابلتها عمري ما تخيلت ان انا هحبها الحب ده كله. حبيته من اول مره عيني جت عليه، وكنت عارفه ان هو ده اللي هكمل معاه حياتي، وبدات امني احلام كبيره، وحصل اللي عمري ما كنت متوقعاه، حصل البعد والفراق، وكل قال لي مستحيل تتلاقوا تاني، لكن كنت قاعده ومستنياه، وكنت عارفه اني هلاقيه. انا بقى كنت عارف ان انا راجع لك تاني، وعمري ما نسيتك في بعدنا. ومن هنا حطينا ايد في ايد ومشينا المشوار، وهنا هتبدا قصه طارق واميره. ولقيت ملاك اللي كنت بدور عليه، لقيت الحب، الحنان، الامان. بجد انا محظوظ. كان ليا هو الاخ والاب والصديق، شفت معاه الحب والاحترام، ومرنا بحاجات كتير صعبه ومشاكل كتير، لكن انا وطارق كناش بنعرف حاجه اسمها مستحيل، كنا دايما ايدينا في ايدين بعض وعارفين ان هنعدي، وكان دايما ناقصنا حاجه مهمه في حياتنا، ولادنا. وربنا ادانا اكبر هديه في حياتنا، اول فرحتنا عمر الشريف. وربنا رزقنا بتاني نعمه، رنا بنتي الوحيده اللي بقت ليا في الغربه الاخت والصديقه اللي بقضي معاها اجمل واحلى اوقاتي. ربنا كرمني تاني انا واميره باحلى واشقى ولد في الدنيا، يوسف، اللي بجد حسسني ورجعني تاني لشبابي. وقررت انا وطارق نقفل بابنا على نفسينا ونربي ولادنا على الحنيه والحب والضحك والسعاده، ونبعد عن الناس ومشاكل الناس، لغايه ما جه يوم وقررت فيه اني افتح باب عالم كبير، عالم السوشيال ميديا. ودي كانت تاني نعمه ربنا كرمني بيها، حب الناس، وكنتم ليا السند والظهر والدعم، دعمتوني ونجحتوني، وكنتوا سبب في حاجات كتير حلوه حصلت في حياتي، عمري ما انسى وقفه الناس جنبي. ومن هنا عائلتنا الصغيره كبرت وبقيتوا انتوا العيله الكبيره لينا. والضحكه ما كانتش بتكمل الا بيكم ومعاكم، ياما ضحكنا سوا وبكينا سوا، ومرنا كتير بظروف، دعمنا بعض، وكنا السند والظهر لبعض، كنا عيله بجد. وعيلتنا بقت تكبر يوم عن يوم، بدأت من أول متابع لألف لعشر تلاف متابع، ومع بعض بقينا نص مليون، وبعدين كبرنا بقينا مليون، وبالنهاردة وصلنا لاتنين مليون متابع. شكرا لاتنين مليون متابع دخلوا الفرحة في قلوبنا، شكرا لاتنين مليون متابع بقوا في عيلتنا. يا رب عيلتنا تفضل تكبر، يا رب نفضل الحب اللي بينا يكبر. أنا بحبكم وبشكركم من قلبي. الله الله، قمة الرومانسية. روميو وجولييت 2023 صح؟ أوه. احكي لنا عن الفيديو ده يا أميرة، وكواليس الفيديو أهم حاجة. هبوظ فكرة لأن لا لا لا، احكي لنا عن الفيديو الأول الفيديو بعدين كواليس الفيديو. كان المفروض احنا ساعتها جبنا 2 مليون متابع، طبعا احنا الحمد لله بقينا أعلى دلوقتي، فحبيت ان انا اعمل فيديو، اعمل الاحتفال ده، ما بشوف اليوتيوبر بيعملوا احتفالات بقى واكل وكده، فلا احنا حبيت ان انا اعملها بشكل مختلف. الكواليس كانت وحشه قوي، يعني اللي انتوا شفتوه عكس الكواليس. يعني طبعا احنا الولاد طبعا غلبونا ان هم عايزين يلعبوا في الميه،
عاوزين يلعبوا في الرمله، اللي عاوز يخش الحمام، البنطلون اتبهدل، اللي كان بيصورنا صديقنا صديق طارق محمد، استاذ محمد طبعا هو دكتور يعني ملهوش دعوه بالتصوير، بس احنا ما كناش لاقيين حد يصورنا فبس هو ما شاء الله يعني محترف. ايوه اشكره يعني. فالصوت انا ركبته بعدين في الدولاب، انا وطارق قعدنا في الدولاب وقفلنا باب الدولاب علينا عشان والله ان كان مش عارفين يعني كل ما بنسجل صوت الولاد كان يطلع، فقررنا ان احنا نقعد الدولاب ونص في الحمام. يبقى بنشكر اللي صور الفيديو وبنشكر الدولاب طبعا ليه دور كبير جدا في تسجيل الصوت. الحقيقه هو من اكتر الفيديوهات الاقرب لقلبي يعني. احكي لي يا اميره، اول لما نزلتي مصر حسيتي بايه مختلف في مصر؟ زياره مصر المره دي طبعا كان بقالي اكتر من 6 سنين ما نزلتش. زياره المره دي مختلفه، حاجات حزينه وحاجات حلوه. يعني انا فقدت امي واختي الله يرحمهم، فكانت اول زياره ليا بعد الفقدان، فكانت صعبه بالنسبه لي. لكن انا لقيت حضن ناس، والناس اللي عملوه معايا قد ايش طبطبوا عليا. انا اول مره انزل بعد السوشيال ميديا، انا بالنسبه لي اللايف او الفيديو بيخلص ومفيش، مش في دماغي شهره يعني، مش حاسه بحاجه، انا بعيده وبشوف الكومنت وخلاص. لما نزلت فاجئت بالشعبيه واستقبال بشكل عمري ما كنت احلم ولا كنت اتوقع اني ممكن الاقي. يعني من بس في مره يعني من اول لقاء كان في اسكندريه حكيت ان انا بدي اعمل تجمع، انا قلت يعني هيجي 100 بنت وقت اسكندريه. وقت اسكندريه ايوه الجمهور اللي جه واللي حصل كان فوق توقعاتي. احنا طبعا الفيديو هيظهر قدامنا دلوقتي احتفال اهل اسكندريه، نشوف مع بعض احتفال كبير جدا طبعا جداً. وعدد كبير جدا من الفانز. انت كنتي متوقعه العدد ده؟ العدد ده غير العدد اللي كان جوه، احنا في يعني ده جزء من العدد، جزء من العدد. ان عايزه اقول لك ان الناس كانت كنا المفروض انا عاملاها في كافيه في اسكندريه على اسم العدد، قلت له 100 مثلا. انا هنا كنا بنمشي انا وطارق عشان نحاول نبعد الناس عن الكافيه، ان حصل مش متخيلين ده مش ابدا، لدرجه ان احنا هربونا من المطبخ لعماره تانية عشان نقدر نطلع. اكتشفنا ان الناس عرفت ووصلت للعربيه، وكناش عارفين نمشي بالعربيه. اللي شفته مع اهل اسكندريه، بشكر اهل اسكندريه واشكر المتابعين بتوعي، شفت حب عمري يعني لسه مش هعرف ارد الحب اللي انا شفته. انا وطارق بصراحه كان انا اسكندراني. احساسك ايه استاذ طارق وقت ما شفت الكميه الكبيره من الفانز دول والعدد ده كله؟ كنت متوقع كل طبعاً ده؟ طبعا انا الناس دي تربيت وسطها. ايوه وانا دخلت اسكندريه وانا عندي سنتين، فحسيت انه دول اهلي يعني، بالترحاب وبالكرم اللي كانوا فيه بجد رفعوا راسي يعني. رغم الفتره الطويله اللي انتوا كنتوا فيها عايشين، ما انت بقالك فتره طويله ما نزلتش مصر. انا سايب مصر من اكتر من 25 سنه، بس تربيتي في مصر ودراستي في مصر خصوصا في اسكندريه، فكنت حاسس كده. لما نزلت بعد الفتره الطويله دي كان احساسك ايه ساعتها؟ انا كل لحظه بقضيها في مصر انا بكون مبسوط، وليا اشتياق لاسكندريه بالذات دائم يعني. ولادي اخدتهم المره دي بس على منطقتي وعلى العماره بتاعتي بس عشان اوريهم، لانه دايما بيسالوني عايزين نشوف العماره اللي كنت فيها، الشارع اللي كنت اللي كبرت فيه. نسيت اخدهم على المدرسه بس المره الجايه. فاحساسي بمصر واسكندريه خصوصا يعني شيء. ورد فعل الولاد لما نزلوا شافوا اسكندريه والتجمع ده كله كان ايه؟ سعيدين جدا ان طلع عليهم فانز بشكل، او اهلي يعني مش فانز، بشكل كبير جدا يعني. الصور اللي الناس اخذتها مع عمر ومع رنا ومع يوسف بالالاف يعني. مش بس باسكندريه، انا اسفه انا بقطعك، بس انا اتكلم عن بلدي. لا انا بتكلم طبعا شعب اسكندريه دي معزه واللي عملوه معايا عمري ما انساه. لكن انا الحمد لله رب العالمين، انا بتفاجئ بيه ان احنا مثلا لما بننزل على مول او بننزل في اي شارع في اي حته، احنا بنلاقي الناس حوالينا. انا في حاله ذهول بصراحه، انا ما كنتش اتوقع ده. انا شويه ممكن الاقي واحد اثنين ثلاثه، لكن مش بس الناس بتعرفني، انا بشوف كرم من الناس. انا ترحاب. انا مثلا لما كنت نازله في اوتيل ما، انا كميه الهدايا اللي كانت عماله تجي لي على الاوتيل، الورد ورد بشكل يعني، درجه اداره الاوتيل بقى يسالوا مين اللي موجوده، كميه الحاجه اللي عماله توصل على الاوتيل، الورد هدايا حاجات كتير. انا مثلا حد عرف ان انا تعبانه شويه، لاقي ناس جايبين لي بعتين لي ادويه. كرم وحب عمري ما كنت احلم بيه يعني. انا ما اعرفش ده بيحصل مع الناس ولا لا، لكن ده طبيعي من
ده طبيعي في بلدنا يعني. من اكتر الناس القريبه للقلب ده فعلا. فكل الناس بيبقى عندهم الكميه الفانز الحقيقيين دول اللي يحبوا يشوفوهم في كل مكان. الحمد لله. في جو الفانز الكتير والزحمه الكتيره اللي حصلت في اجازاتكم، عرفتوا تشوفوا اصدقائكم القريبين ليكم؟ كان في وقت ليهم؟ ظلموا معايا يعني. انا مثلا اخواتي زعلوا مني بصراحه اني ما عرفتش اقضي معاهم وقت طويل زي كل مره، بس يعني اخواتي متفاهمين يعني، فاهمين ان مش عاوزين يعني ياخدوني من الناس، بس يعني لازم بسيب يوم ولا يومين. اصحابي بشوفهم طبعا، بس مقصره في حقهم بصراحه، اكون صريحه يعني قصرت المره دي، بس هما بيحبوني وعذرين يعني. أكيد. يعني عذرين الموقف يعني، بحاول ارضي كل الناس، بس طبعا البني ادم صعب ان هو انك ترضي كل حد، بس الا بتكوني مقصره من ناحيه لناحيه. بس انا يعني اهلي واصحابي المقربين اكتر ناس انا عارفه ان هم هيعذروني، بس اكيد طبعا مقصر في حقه. ايه اكتر حاجه عجبت الولاد هنا لما نزلوا مصر كانوا مبسوطين بيها؟ كل حاجه، كل حاجه، الجو طبعا، والاماكن اللي انتوا زرتوها في كل لما رحنا اسكندريه انبسطوا جدا. احنا رجعنا امبارح من مرسى مطروح. اتبسطت في مصر مطروح، شواطئ مصر عامه، بس اللي شفناه امبارح في مرسى مطروح مش موجود في احسن شواطئ العالم. دي حقيقه، دي حقيقه يعني. حلاوه الميه والرمله وريحه البحر بجد دي يعني صعب نلاقيها في اي مكان في العالم. عندك حق. فده كانوا مبسوطين جدا، وحب الناس يعني ما كانوش متخيلين ان الناس ممكن تنادي عليهم بالاسم يعني، يا عمر يا رنا يا يوسف، ده مبسوطين. وكل حاجه، كل حاجه في مصر حلوه طبعا يعني. كانت يعني تجربه ممتازه ليهم يعني. يعني من اكتر الحاجات اللي الولاد انا فوجئت بيها، انا ما كنتش اعرف عنها لولا ان في ناس هم اللي حكوا لي. ولادي بداوا شافوا مصر بجمال بشكل يمكن اول مره ان نقعدوا فتره طويله دي. صاروا عن طريق التواصل الاجتماعي مع اصحابهم في امريكا ملهاش علاقه بالعرب، بينشروا صور وحاجات لمصر، صاروا ينتفعوا في المدارس وكده، ليهم اصدقاء وليهم في السوشيال ميديا برضو، بس بطبع يعني الفولورز بتاعهم اجانب مش عرب. صاروا كلهم قاعدين بيسالوا فين المكان ده، ايش البلد دي، انت فين، ايه البحر ده. فمن الحاجات اللي انا فوجئت بيها ان ولادي عاملينها وانا ما كنتش اعرف، انه ازاي اظهروا جمال مصر لدرجة انه بيسال اصحابهم كتير عمالين يبعتوا، ناس انا ما اعرفهمش بيسالوا ايه البلد دي، انتوا في اي بلد، فين الاوتيل ده، ايه البحر ده. فدي من الحاجات اللي انا حاسه ان ولادي عملوها فاجئوني بيها وانبسطت بيها. صحابهم في امريكا، صحابهم في امريكا في المدارس. بصفه عامه بقى، ايه ردود افعال الامريكان على فيديوهاتكم اللي بتعملوها بالمصري، خصوصا ان انت محجبه يعني؟ بالنسبه لكم، بالنسبه لاولادكم كمان؟ الشعب الامريكي شعب متعود على اختلاف الثقافات، فما عندهمش مشكله انه في تقبل اي شيء. هم بيشوفوا عائله، اب وام وجده واولاد صغيرين. ف برجع تاني واقول احنا ما بنقدمش شيء غريب الشكل، هو عائله عربيه عايشه في الغربه زي ما بيقولوا. مرات بيشوفوا اكل مثلا بيقولوا ايه الاكله دي، ممكن نعرف تفاصيلها. لكن ما ده الحلو في الامريكان، انه متعود على اختلاف الثقافات، لانه في جنسيات بالالاف. صحيح. محتوية. كلموني عن المسلسل بتاعكم في رمضان الأخير اللي تعمل. يعني هي كانت فكرة ان احنا بنقدم مسلسل كان كتير حلو، عمل يعني صدى مع الناس كتير. فكرة مين؟ فكرتك يا أميرة ولا حد عرضها عليكي؟ لا لا لا، انا ما فيش ولا شيء حد بيساعدنا. هو الصراحة هي بتكون فكرتي بالليل، بتصحى الصبح. ده حقيقي؟ لا لا كلها فكرتي. حقيقي ولا زي اي رياضي مصري كده؟ لا، انا دماغي مطرقعه شوية، لكن من غير طارق انا ما بقاش يعني كتير مثلا بيلاحظوا لو هو مش معايا في فيديو او في لايف، ما بعرفش اتحكم. فهو الجزء الاساس، هو اللي بيعمل شخصيه اميره. ربنا يخليك، ربنا يخليكم لبعض. لكن وده اللي مسببني مشاكل، انا كنت طالب من الاستاذ المخرج انه ما يصورش من يعني رجلينا من تحت، لانه نسيت تجيب لي شرابات، فالشراب قصير. الله يستركم. ازمه الشرابات، معرفش ده ممكن يتقال في التلفزيون ولا لا. مش باين ازمه الشرابات، هو كده كده مش باين والله، مش باين. يعني اميره عندها نفس مشاكل الست المصريه. طب اعملوا كات، اطلع بالكاميرا فوق. لا هو كده كده مش باين، هو كده مش باين والله. لا يعني مش انا بهرج طبعا، بس يعني هي نسيت الشرابات. خلاص كملي لي المسلسل بتاع رمضان بتاعكم. المسلسل بتاع رمضان كانت فكرتي،
كانت كتير حلوه والناس كتير كانوا بيستنوها بشكل مش طبيعي. يعني لو لما كنت اتاخر يلا الحلقه فين، اول حلقه او تاني حلقه. في اكتر حلقه انا حبيتها وكانت يعني القريبه على قلبي من اكتر الفيديوهات، كانت بتتكلم عن الجاره لما والهوس بتاع السوشيال ميديا والشهره بتاعت اليوتيوب. ايوه فاخدت الفكره واخدت كل اللي انا بشوفه على السوشيال ميديا من مشاكل وترندات، فجمعت كل الافكار في فيديو واحد. يعني انا بصراحه حاسه ان ده اكتر فيديو مهم انا عملته في حياتي. ان انا اخدت كل السلبيه بتاعت السوشيال ميديا حطيتها في فيديو واحد وخدتها بشكل كوميدي. ان اللي بيتفرج بيضحك على الحاجات اللي هو بيعملها هو مش واخد باله. ما كملتش 30 حلقه او 15 حلقه بسبب ان لا يعني بصراحه ولادي كانوا عندهم امتحانات وكان انا عندي البيت والولاد رقم واحد. اكيد امتحانات، يعني انا دايما لما مثلا بصنف المهم فالاهم البيت الولاد وطارق وبعدين السوشيال ميديا. لا يعني انت من البيت، انت الاساس يا استاذ طارق، انت الاساس. فحسيت ان الولاد كان عندهم امتحانات، الصيام كان تعبهم، وولادي بيصوموا والصيام في امريكا كتير صعب. ايوه ساعات اطول جدا، وبعدين كانوا بيروحوا المدرسه يعني احنا بنفطر الساعه 8 وبيناموا الساعه 9:30 10 عشان بيصحوا الساعه 6 الصبح. اوكي بتسحروا وبيروحوا على المدرسه فتعبوا. فما عنديش استعداد بصراحه ان انا اضغط على اولادي في التصوير او اقول لهم لا لازم نصور الحلقه، لا انا ما عنديش كده. الحاجه لما بتطلعش بحب خلص. طب وبالنسبه بقى لماما، ازاي قدرت تقنعها انها تشترك معاكم في الفيديوهات؟ ماما تلقائيه كده، اطيب ست في الدنيا حقيقي، هي شخصيه جميله جدا. الله يخليكي، ربنا يخليها لك. عند امي ربنا يخليها لنا، يعني اي حاجه تخلينا سعده انا واميره واولادنا ما عندهاش مشكله فيها، وهي شايفه انه احنا بنقدم حاجه حلوه ولذيذه. مرات كتير مثلا انا واميره بنكسل او بننشغل، مثلا تقول ما صورتوش حاجه ليه النهارده، هي اصلا نفسها بتتسلى معانا. يعني بتتسلى حتى في الفيديوهات اللي ما بتظهرش فيها بتقعد تتفرج، يعني عايزه ننزل فيديو عشان تقعد تتفرج عليه على التليفون وتتسلى وتضيع وقت يعني. ف لا مبسوطه على الفكره، بتشجعنا دايما، ودعوتها هي منجحانا ومحببة الناس فينا، يعني ربنا يطول في عمرها، ادعوا لها معايا يعني. حقيقي بجد ما دعيتيش على فكره. ايه ما دعيتيش، ربنا يخليها لك يا رب ويبارك في عمرها. هي بجد شخصيه جميله. شكرا. اميره وطارق بجد نورتونا ونورتوا مصر، وانبسطنا جدا بوجودكم معانا النهارده، وفي انتظار فيديوهات تانية جميله زي ما عودتونا ان شاء الله، وهنستناكم الزياره الجايه ان شاء الله. صباحكم زي الفل. صباحكم فل. وفي نهايه فقرتنا بنشكر حضراتكم اعزائنا المشاهدين على حسن متابعتكم لبرنامجنا قاعده عربي. فاصل قصير ونتواصل معاكم. الست المصرية الجدعة تبهرك في كل حاجة، تلاقيها ست بيت ودكتورة ومهندسة ومدرسة قوية، وطول ما عندها حلم وهدف بتسعى له بتقدر تحققه طول ما كان وراها سند قوي داعم بحب، بتقدر تكسر كل الصخور وتحقق كل المعادلات الصعبة. ومعانا النهارده نموذج جميل جدا، إعلامية وزميلة وزوجة داعمة لأسرتها وأم منظمة ومتميزة، وأخيرا شيف ناجحة ومختلفة. بنرحب بيكي يا شيف مروة. أهلا وسهلا. أهلا بيكي، منورة يا مروة. ربنا يخليكي. منورة مروة، خريجة كلية إعلام. أيوة. جواز، غربة، أولاد، محطات كتير. أيوة. كلمينا بقى كل المحطات دي. أنا اتخرجت من إعلام، اشتغلت شوية في الصحافة، والصحافة ودتني للتلفزيون، اشتغلت فيه برضو شوية صغيرين سنة ونص تقريبا، واتجوزت وسافرت على طول. على طول، ما طولتش. اتجوزت وسافرت امريكا، والدنيا بقى صعبة في امريكا، مختلفة تماما عن مصر، العادات والتقاليد، الثقافات، كل حاجة، لسه ما كونتش صحاب، فكان يعني الوقت كان صعب عليا قوي. فجوزي اقترح عليا ان انا افتح قناه طبخ، قال لي انت بتعرفي عندك يعني شويه خبره في الاعلام وبتعرفي تطبخي كويس، وكمان بصور حلو، وجاب لي كاميرا اول ما رحت امريكا، ولاني بصور كده باخد يعني زوايا تصوير معينه، فقال لي ادمجي بقى كل الكلام ده واعملي قناه طبخ. بس هو كان عايز قناه اكيد قبل كان جميل. اصلا ما هو عشان كده اقترح. وبعد كده قال لي بس كان عايزها للشعب الامريكي علشان خاطر ما كانش فيه حاجات كده، يعني مفيش حد عربي بيعمل المحتوى بالانجليزي، وهم بيحبوا الاكلات بتاعتنا جدا. صح.
صراحة ما تحمستش للفكرة، وكنت لسه جاية وخايفة وصغيرة وما تحمستش ليها خالص. وبعدين بقى دخلت على طول في أولاد، اهتميت بيهم بقى، وكنت مكرسة كل حياتي ليهم، هم لوحدهم بيرخيوا. وبعدين الحياة هناك صعبة، ان انا يعني عايزة اديهم عاداتنا وتقاليدنا احنا. فكنت بيبقى المجهود مضاعف عن اي ست مصرية عايشة في مصر. طبعا صح. وبعد بقى ما خلاص كبروا ودخلوا المدرسة، حسيت بقى بوقت فراغ بقى فيها. بصي سبحان الله، بحس دايما يا ايمان ان الست بعد ما بتربي اولادها بتبتدي بقى تتفرغ لهواياتها، بتبتدي بقى تنجح في حياتها فعلا. وقتها بقى قلت لجوزي، فاكر من 10 سنين لما قلت لي افتحي قناة طبخ؟ قال لي فاكر. قلت له انا ندمانه ان انا ما فتحتش، علشان وقتها يعني خلاص كل قنوات الطبخ بقت كتير. مش عارف ايه، بس هو بقى يعني قال لي كلمه، قال لي اتس نيفر تو ليت، مفيش حاجه متاخره، ان شاء الله لو انت عندك 60 سنه هتعملي الحاجه. وقال لي حاجه كمان، قال لي انا واثق فيكي وعارف انك متميزه، وعارف انك يعني هتعملي حاجه مختلفه، مش هتعملي حاجه تقليديه زي اي حد، سواء في الوصفات. الزوج فعلا لما بيكون داعم شريك بيفكر معاكي مستحيل. صحيح. وبس اول ما قال لي بس الكلمتين دول، انا ما كانش عندي حاجه في البيت غير الكاميرا، حتى معدات التصوير والديكورات والاطباق اللي هي شكلها حلو وشيك، عندي زي اي بيت عادي، اطباق عاديه وحلل عاديه. بس اول ما قال لي الكلمه دي يعني اداني باور جامده قوي، ان انا تاني يوم على طول قمت صورت وبدات بقى ايه الافكار تيجي بقى. الاعلام برضو له دور في اكيد، هو الدور الاساسي اصلا يعني، هو الداعم في الاعلام، وانت اشتغلتي شويه برضو. بالظبط، هو الداعم من A to Z بصراحه يعني. بس اكيد كان في الوسط العائلي كلمه توجهت لك غيرت مجرى حياتك. انا مامتي من زمان عارفه ان انا عندي يعني مهتميه بحاجات الستات قوي، يعني المطبخ، ديكورات البيت، يعني هي حاسه فيا حتى التفصيل. انا كنت بعرف ففصل زمان، وكان يعني المكنه بتاعت مامتي او جدتي اكشلي كنت بشتغل عليها، فهي ماما حاسه ان انا عندي الحاجات دي كلها. بس قالت لي لو يعني عارفه زمان برده مش زي دلوقتي، قالت لي كنت ممكن اوديكي مدرسه مخصصه للحاجات دي تنمي فيها موهبتك. بس انا بقى يعني وقتها كنت عايزه اصلا ادرس اعلام من زمان، كانت رغبتك بس أصلاً. فعلا الفيديوهات الجميله، ربنا يخليك، ممتعه والصوره مختلفه. صحيح، كواليتي حلوه قوي. ازاي بقى يعني عرفتي تعملي ده كله يعني لوحدك ولا في؟ لا لوحدي. هو الموضوع صعب طبعا، صعب مجهود وتكلفه ويعني صعب من كله، بس الحمد لله يعني وقت ان انا بعمل حاجه صعبه ومتعبه واشوف رد فعل الناس بيشجعني ان انا اكمل، وبيشجعني ان انا ابتكر وابدع اكتر، يعني صحيح. اجيب افكار تانية واحطها في الفيديوز بتاعتي فعلا. بس كل الحاجات انا يعني انا من كله حلو، انا اللي بعمله لوحدي. حلو قوي قوي. بس عايزين نعرف بقى ازاي حققتي التوازن بين شغلك وهوايتك وبين اسرتك وبيت؟ اي حاجه في الدنيا لازم يبقى فيه بلان هادي، يعني لازم يبقى فيه تخطيط ليها حقيقي. يعني انا بصحى من النوم اوقات كتير قوي اكتب على النوت بتاعت الموبايل، انا النهارده عندي هدف ان انا هعمل كذا وكذا وكذا، يعني بظبط نفسي تقريبا. بودي الاولاد المدرسه وبعد كده بقى برجع، لو هصور اوكي ببدا تصوير من بدري جدا، علشان لو في حاجه بتاخد وقت اعرف ان انا في الاخر اطلع الناتج النهائي في نفس اليوم، ما استناش لتاني يوم. من الساعه كذا للساعه كذا كده، وبعدين هطبخ من الاكل بتاعنا مثلا من الساعه كذا للساعه كذا، وهروح اجيب الاولاد وبعد كده كله على فكره. وفي الاخر بقى بحس بقى فعلا يا ايمان ان النجاح سره هو النظام. صح، يعني طول ما انا منظمه يعني وقتي الكلام ده للكل نجاح وتميز فعلا. دي اهم حاجه. أيوة، يلا نبدا بقى، عايزين بقى نبتدي النهارده معانا. اوكي النهارده سمعت كده انها اكله مميزه جدا، معمر. معمر وورقه لحمه. ماما جبان بسيط بس بصراحه صعب، مش هو ليه تريكات كده يعني، انا هحاول اقولها. وورقه اللحمه برضو ليها كذا طريقه، فانا ممكن اقول لكم طريقتي انا، وفي ليها طريقتين كمان. بس زي ينجح وما يعجنش، بس اهم حاجه لازم يتقلب الاول مع شويه زيت، يعني معلقه زيت يعني. هو طبعا اساسه قشطه وسمنه وحاجات كده ولبن دسم، بس لو حطيتي معايا شويه زيت مش بيلمع، حتى بيلمع بيخلي الرز. بس انا اعرف منه الحلو يعني، في معمر في ناس بتعمل حلو. صح. حلو. هنا انا هشوح اللحمه والخضار، في ناس
بتحط اللحمه مع الخضار كله في الورقه عشان هي اسمها ورقه لحمه، بيقوم حاطينها ومدخلينها الفرن. ني يعني؟ ني في ني. انا بحس ان هي بتطلع من الفرن مسلوقه شويه، فانا بحب اديها لون الاول، اديها صدمه، وبعد كده بقى لما تدخل الفرن حتى لو اللحمه من النوع اللي بتاخد سوا شويه هدخلها الفرن، لكن اوقات كتير بتستوي وهي على الطاسه. يا جماعه انا بحس ان ورقه اللحمه دي مرتبطه عندي بالمصايف، يعني لما كنا بنسافر اكله سهله وسريعه، بحس انها اكله مرتبطه عندنا بذكريات كتير فعلا. انا معايا اللحمه هنا متبلاها من قبليها بيوم لو تحبوا، ما بكترش توابل، هي ملح وفلفل اسود فقط، البصل بدعكه بايدي زي طريقه تيتا زمان، ومامتي بدعكه بايدي بيطلع كل الفليفرز اللي فيه، وكمان ريحته مش بتغير. وبعدين انا بقطعه كبير علشان لو بشرته او حطيته في الكبه بينزل في الطاسه بيعمل لون اسود، واسهل بقى، ولا هنستخدم كبه ولا هنستخدم. بحس ان البهارات الكتير بتغير من طعم الاكل فعلا. صحيح، يعني اللحمه مش هتبقى لحمه، هتبقى كانها بتداريها. صح. الاكل اللي بياخد بهارات خلاص معروف، الهندي او الاكلات الخليجي، لكن اي حاجه المصري خلاص، ملح وفلفل اسود، ساعات كزبرة، كمون، الحاجات دي. لكن لو كترنا توابل انا بحس اني باكل توابل، ما باكلش طعم الحاجة الاصلي. انا سمعت كان في امريكا يعني او عرفت ان البرجر نفسه عبارة عن لحمة وملح وخلاص. انا عندي فيديو الناس استغربت لما شافته، بيقولولي هو ده البرجر اللي احنا بنتهبل عليه في هي حتى انا ما حطيتوش في قالب ولا حاجة. انا كورت كورة وبسباتولا كده ضغطت عليه فقلب بقى برجر. بس هي اهم حاجه تختاري لحمه فيها نسبه دهون عاليه، 20% والملح والفلفل كمان بعد ما بيستوي. يعني مش وقت يعني نفسه. حتى مش بنتبل اللحمه. ده انا اتفاجئت بيه، انا كنت فاكره البرجر ده يعني حاجات احنا فكرتنا عن البرجر لازم بصل، هو واضح ان لا، المفروض ان طعم اللحمه هو اللي يبقى طاغي في الاساس. انا هنا هشوح بقى البصل بس هشوح البصل الاول، وبعد كده هنزل بعد البصل بفلفل الوان. كل الحاجات دي هتاخد مني تشويحه بسيطه، وملح وفلفل اسود فقط. يا ورقه اللحمه بتبقى كده، ممكن كوسه بقى ولا بطاطس ولا لا اي حاجه نفتح الثلاجه نحط فيها كوسه وبطاطس، بس هي اصلها فلفل وبصل. بس في ناس بتحبت تجود وتزود القيمه بتاعتها. فما فيش مشاكل من الحاجات دي، كل ده شغال، مش هيقول لا. ملاحظه ان ريحه اللحمه ابتدت تظهر. لا والسمنه، اللحمه مع السمنه كده ميكس حلو. تعرفي انا ساعات بجربها بملح وفلفل كده بس بتبقى طعمها تحفه، من غير بصل او اي اضافات بصراحه. صحيح، ما هي كده، هي لو لحمه بلدي القطعيه نظيفه، المرعى بتاع اللحمه نفسه نظيف، خلاص انت بتاكلي حاجه طعمها حلو جدا. بس انت مقطعها رفيع، ده جميل. انا قلت للجزار ما تدقها ليش قوي، عشان انا مش عايزه حد ياكل حته ما تبانش. ما يبانش، فبحب يبقى فيه جوسي شويه، يعني فيه قطمه وفيه مضغه، علشان فحتى قلت له ما تدقهاش، انا هدقها في البيت، وانا دقتها بالسماكه اللي انا عايزاها. جميله قوي بجد، الريحه روعه والله. ربنا يخليك. بصوا يا جماعه، الاكل الصحي مفيش احسن منه. يعني بالنسبه ليكي في بيتك ولاولادك، والله هو اكل الام. بحس ان الوجبات السريعه دي لا ملهاش طعم، وفي نفس الوقت مش صحيه لا ليكي ولا للاولاد. احنا عارفين انها بس ساعات الواحده بتزهق وبتتعب، والاولاد بيبقوا عايزين يخرجوا، فيعني حاجه لابد منها. يعني هي حاجه لابد منها. يعني بصي، لو احنا هنعملها مثلا كل فتره، انما لا دلوقتي تقريبا بشكل يومي لازم بياكلوا وجبات سريعه، وده غلط. انا هحط بقى يعني مجرد بس ما البصل خد تشويحه هحط الفلفل الالوان، ولو في حد بيحب فلفل مشطشط انا بحب احطه كده سليم على اساس ان هو ما يديش طعم الشطه قوي. واللي عايز ياخد الشطه يقوم ساخن واحده واكلها، وانا اللي باكل الشطه دي عشان بموت في الشطه جدا. انا باكل شطه بطريقه بس دي النوع ده مش بيبقى حراق قوي. النوع لا ده حراق، ده انا بموت عليه، ده انا ما بلاقوش في امريكا. انا بنزل مصر اقول لهم هاتوني الفلفل المشطشط. كنا عايزين نعرف فعلا ايه بقى الخضروات اللي انت ما بتلاقيهاش في امريكا ومفتقدها. هو ده حاشك بقى. الفلفل الشطه بقى. الفلفل الشطه وطعم الحاجه. طعم الحاجه مش مصريه برضو، حتى يعني حتى في الخضار والفاكهه لازم والحاجات دي لا مش تبقى حاجات بلا روح كده. الطعم بتاع الخضار والفاكهه بتاعت مصر مش موجود في اي حته في العالم. فعلا صح، كله قال كده.
بعد ما شوحنا بقى اللحمه مفيش اي حاجه عليها لا ملح ولا اي شيء، ملح وفلفل اسود دي متبله خلاص، لكن دي اخدت ملح وفلفل بس. انا بحب اقطع الخضار كبير عشان لو اللحمه دخلت الفرن الخضار ما يستويش ويروح كده جوه اللحمه وما يبانش، لا احب شكله يبقى باين خصوصا لو كانت اللحمه بتاخد سوا شويه في الفرن. ايه اكتر اكله جوزك بيحب ياكلها من ايديك؟ هو جوزي ما بيحبش الاكل المصري قوي على فكره، بس بيحب الكفته جدا والمشاوي. يعني الكفته الرز ولا الكفته لا الكفته الحاتي، كفته الحاتي العاديه بيحبها جدا، وبيحب المشاوي عامه، بيحب الشاورمات. طب ايه رايه بقى في الفيديو ده؟ كمان نشوف فيديو اللي كان لنا ده بكره. انا عايز ده ما بيتفرجش على حاجات اكل قوي بس يعني بس بيشتاق لاكلات معينه فيقول لي اعملها لنا وكده يعني. طب اكتر فيديو بقى يعني انبسطتي قوي ما عملتيه من رد الفعل؟ يا ريت. الفيديو اللي حقق لي انتشار في يعني مش في مصر بس في العالم، فيديو جوزيه اكله حلويات كده بتتعمل في الاعياد عندهم في الاتحاد السوفيتي كله، يعني الدول الاتحاد السوفيتي كلها جواها هي شبه الجوزيه عنجه وجواها بقى يا اما جوز يا اما عنجه ملح حسب، بس هي يعني الاصل فيها جوز وبتتحشي برده كارمل من جوه، وهي بدات تنزل في مصر في الاعياد كمان يعني في محلات الحلويات. مصر بقى فيها ترندات للحلويات الجديده. طب اللحمه كده نشيل دي بقى اللحمه مروه نشيلها دي بقى في الطاجن خلاص خدت لون حلو قوي، هحطها بقى في فويل عايزين نقلها في الطاجن او لا لا مش فويل الاول، هحطها الاول في ورقه وبعد يعني هحط الاول ورق زبده منه الريحه روعه لسه بجد. استني يا امان شويه اما بنفتح ورقه اللحمه بتبقى حاجه تانية بقى، ده دلوقتي بس مجرد تشويح. حلو قوي هعملها، بس انا بحب بقى اكل منها البطاطس والجزر وكده. بيبقى حلو قوي. اولادك بقى في امريكا طبعا البرجر ده مسيطر صح؟ ازاي بقى بتقدري تقنعيهم لا برجر مامي هو اللي صحي ولازم ناكل في البيت؟ والله انا بنتي الكبيره مؤخرا بدات تقتنع خلاص باكلي وبيجي عليهم فتره كده برضو بيكبروا وبيعقلوا فبت برضو متربيين على اكلك برضو طبعا لا بس أكلها. هناك بقى في صوصات مختلفه، يعني في طريقه للساندوتش مختلفه عن اكل البيت، مهما كان ما بيبقاش زي الاكل بره، برضو بيبقى ليه شكل معين خصوصا في امريكا. نظرهم صح كده خلاص هديهم بس كده تقليبه مع بعض. معانا فيديو دلوقتي بقى متميز للعيش الشمسي فعلا. انا شايفه كان شكل الفيديو في الفيديوهات يعني قلب الدنيا كلها اصلا مش ناس كتير تعرف العيش الشمسي اصلا. صحيح مش حد كتير يعرفه وهو ليه نسخه اوروبيه اسمها الساور دو. معانا دلوقتي على الشاشه فعلا. كنت بتعملي ايه بقى؟ احكي لنا كده عن الفيديو ده. دي بعمل الخميره الطبيعيه الاول. الخميره الطبيعيه دي بقى ليها فوائد كتير جدا جدا وطعمها حلو. يعني في ناس بتتعب من الخميره الطبيعيه من الخميره الفوريه. انت قصدك الخميره اللي هي المربعات دي الفوريه؟ دي الفوريه. لا انا هنا بعمل واحده طبيعيه. انت من الاول. لان الخميره الفوريه دي برده في الاول في الاخر حاجات مصنعه يعني. ففي ناس بتتعب منها. وفي ناس بتحس بطعمها، عندها حساسيه جدا من طعم الخميره. بتبقى ظاهره لبسك هنا مختلف وشكله يعني صعيدي صعيدي ملس صعيدي. انت فعلا فيديوهاتك متميزه قوي بالاختلاف، يعني لازم كل بلد بتعملي منها اكله بتطلعي بالزي والموسيقى وكل حاجه. لا هي حلاوتها انها سريعه، كان انا هعمل بقى كده سهل بقى. ايوه انا ما شفت كده بقى سريع سهل. هو خطواته المفروض معقده، بس لما الناس شافت الفيديو قالوا هو بالسهوله دي فعلا. لا بس على فكره المسكه دي اللي هي ان انت تاخدي القطعه دي مش سهله، انا جربتها. لا انا ما اعرفش اطلعها من ايدي اساسا، من جدتي ومش عارفين نعملها. هي اللحمه دي كده نوع اللحمه مهم جدا، انا هدخلها بس الفرن، هي تقريبا اللحمه بتستوي بسرعه فممكن بس تقعد في الفرن من ربع لنص ساعه سريعه فعلا وتكون استوت. والرز المعمر بقى ليه تريكات كده يعني
حلوه. عايزين كل التركات النهارده. يعني في ناس كتير بيبوز. انا اولا بجيب اللبن الحليب لو انا في مصر عشان طبعا ما بعرفش الاقيه في امريكا قوي، وبستخدمه من غير ما اغليه. هو كده ولا كده هيدخل الطاجن وهيتغلي، هيتغلي كتير قوي لغايه لما يعني يستوي، فملهاش لازمه ان انا اغليه تاني. مروه، ايه الجديد اللي انت نفسك تحققيه الفتره اللي جايه؟ ان شاء الله في تعامل مع براندات بس هي في امريكا. جميل برضو. وان شاء الله يعني اكون واجهه اعلاميه للشركات الكبيره بتاعت اجهزه كهربائيه وكده. فدي كانت حاجه قويه جدا بالنسبه لي. طبعا خطوه. طبعا صراحه كواليتي الفيديوهات حلو قوي بجد. فان شاء الله يعني هي دي اللي انا مركزه فيها دلوقتي، وممكن برضو اغير ستايل الفيديوز بتاعتي شويه. يعني تظهري انت بقى. هطلع من مطبخي. أيوة. هطلع من مطبخي لان ده استوديو انا عاملاه في بيتي. اوضه كده واخداهم حولها استوديو، بس هطلع بقى من المطبخ. تظهري انت كمان بوشك وهظهر شويه. بحط كده شويه ملح وفلفل وبدعك كده الرز فيهم الاول. ايوه بيدي طعم حلو جدا. وطبعا الزيت عشان خاطر يخليه مفلفل. فلفل اسود ولا فلفل ابيض يكون احلى عشان اللون؟ الفلفل الاسود في الاكلات المصريه اكتر. الاسود ليه طعم، ليه طعم اقوى واحلى، بس هو مش هيبان خالص. في ناس ساعات بتتجنبه عشان اللون. في ناس ما بتحبش الحاجات دي. وبعدين بقى هحط عليه اللبن. اللبن قد ايه بقى؟ اللبن قد ايه؟ لكل كوب رز 2 كوب لبن، زي الرز العادي. وممكن لو في ناس اللبن بتاعهم مش دسم يحطوا مثلا كوب ونص لبن على نص كريمه. واهم حاجه جداً. طبعا القشطه. في ناس بتحط زبادي. سر الحلاوه. انا حطيت زبادي عجبني جدا. بس القشطه كده ايه يعني، ونحط القشطه. كل ما بتكتري القشطه صحتك بت يلا بينا على الفرن. وبيدخل بقى الفرن. مهم جدا بس طريقه التسويه. الاول بنفتح عليه الشوايه علشان اللبن ما يفرش ويطلع. فمجرد ما نفتح الشوايه هياخد لون. هو هيعمل طبقه هيحميها اللبن ان هو يطلع ويفور. فوانس اول ما ياخد لون من الشوايه بنقوم مولعين الفرن. اول ربع ساعه على درجه حراره مثلا 200. عشان عاليه قوي. اشوفه بقى بعد ما طلع من الفرن. وبعد كده بنغطي درجه الحراره زي الرز. بنهدي عليه بقى. بنغطي بقى درجه الحراره وبيقعد تقريبا تلت ساعه يعني. ما عايزين كلمه حلوه للزوج بقى بصراحه، له دور كبير. طبعا بجد الفيديوهات جميله والنجاح حلو. صحيح. نجاح مبهر. والست الناجحه اصلا بتبقى مبسوطه وبتبسط اللي والله فعلا. يا ريت كل الازواج يبقوا زي زوجي بجد. ومش بقول كده عشان انا مثلا بطلع في التلفزيون، بس هو فعلا هو الوحيد، هو صاحب الفكره اولا واخيرا، وهو اللي دعمني من كله يعني. دعمني نفسيا ومعنويا وماديا. اصل وجودكم انتوا الاثنين هناك ده صحيح. وهو ساعات يستحملني في عصبيتي يعني. هو عاقل عني شويه. انا ساعات بتوتر شويه. وساعات بيجي لي اوقات طبعا ممكن ابقى مش عايزه خلاص اكمل فيديوز. هو ما بيقوليش لا، بيقول لي براحتك اعملي اللي انت عايزاه. بياخدني كده الاول بالراحه، وبعد كده يقوم قايل لي بس يعني ما تضيعيش التعب والمجهود اللي انت عملتيه. اكيد مبسوط بيكي برضو. ومبسوط بيا. فبقول له ربنا يخليك ليا وبحبك يا رب. نهايه فترتنا يا امان لازم نعترف ان في ازواج فعلا بتبقى داعمه لزوجاتها فعلا، وبيبقوا يعني بيدعموهم زي ماديا ومعنويا. ده حقيقي فعلا. في نهايه فقرتنا بنشكر الشيف مروه السجيني، وسعداء بيكي جدا، نورتينا. وعايزين باذن الله وصفات اكتر، وتقدم لنا حاجات ثانيه، وتبقى دايما كده متجدده ومن نجاح لنجاح. ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانتم كل مشاهدينا، وباذن الله الحلقه القادمه مع اعداء عربي.